اخوان وأعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا حامد محمد، يمسي عليكم بالخير والعافيه واحييكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي الوسطى. مشاهدينا، في الحلقه هذه بنزور منطقه البطايح، بنزور الحنيوه في طيف السامان اللي يقع فيها واحد من الاسطبلات، اذا ما كان هو الاول يمكن هو الوحيد في المنطقه الوسطى، وبنزور صاحبه اللي قام مبادره شخصيه بانشاء الاسطبل هذا اللي هو محمد بن حسن الشتبي. بنزوره اليوم، بنقابل الفرسان اللي وياه، وبنحاول نطلع على تجربته بشكل عام. عيال مشاهدينا، اسرجوا خيولكم وانضموا لنا في الحلقه هذه. محمد علي بن حسن الكتبي أحد سكان مدينة الذيد، عشق رياضة الفروسية منذ الصغر، ونمى حب هذه الهواية لديه مع مرور السنوات، ليقوم بعد ذلك وبمجهود شخصي بتأسيس مربط للخيول في الحنيوة بمنطقة طوي السامان، هو الأول من نوعه في المنطقة الوسطى. المربط أنشأه محمد بالتعاون مع مجموعة من الأصدقاء جمعهم عشق الخيل والاهتمام بتربيتها وركوبها، خصوصا أنها من الرياضات العربية الأصيلة التي نشأ عليها أبناء الصحراء. خطوة حظيت باستحسان كبير من قبل محبي هذه الرياضة الذين يتوافدون على هذا المكان، خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع. وعلى الرغم من صغر مساحة الإسطبل مقارنة بغيره، إلا أنه يحظى بإقبال كبير لا ينفرد به الكبار فقط، بل امتد إلى الصغار الذين يرغبون في وضع أولى خطواتهم في عالم الفروسية. اخوانا اعزائي المشاهدين، حياكم الله ويانا. مثل ما تلاحظون احنا الحين في الاسطبل اخذنا فيه جوله، ولاحظنا الجهود اللي قام بها الاستاذ محمد بن حسن. احنا الحين بنلتقي في اول لقاءات الحلقه هذه اخوي محمد بن حسن الشتبي براشد، حياك الله وسهلا، ومشكور اولا على استضافتك هذه والمعلومات كلها اللي شفناها. نحن باك اول شيء تخبرنا، يعني اول سؤال، الفكره بشكل عام، فكره الفروسيه انت كيف دخلت في بالك؟ متى بديت وياها؟ شو اللي شدك للموضوع الفروسيه بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أرحبكم، ونحب أشكر تلفزيون الشارجة أن تاح لنا الفرصة أن نتكلم على نعرف بأنفسنا ونتكلم عن هواياتنا، وهذا شيء طيب. الفكرة طول عمرك بدأت تقريبا من 8 سنوات، الحمد لله كان أيام الدراسة الجامعية، كان خذنا كورس فروسية. لما اخذنا كورس فروسيه كان يعني في شيء حلو، يعني بين الخيل خوف ومني شيء تبغي انت تقدم عليه رهبه، فكان في بالي ان شاء الله بعد التخرج اني ان شاء الله اني املك خيل واسوي خيل. فبدينا ان شاء الله، يعني عقب ما يعني كانت الظروف مواتيه اشترينا خيل، يعني كذا من الخيل، وبدينا نحن قبل او روحي بديت بدون ما كان وياي احد. هي كانت مبادرة يعني منك أنت، لأن تعرف المنطقة هذه أكثر هي ولا أحد بتسوي لي طعمك رشاب، يعني الخيول نادرة، فأنت كانت مبادرة منك يعني. نعم نعم. كيف الخطوة الأولى؟ لاحظنا طعمك أنه ما أن الخيل غريبة بالنسبة للجماعة هنا، ولا يعرفون الخيل أبدا، يعني تشوف معرفتهم بسيطة وقليلة بالخيل. يوم ما بدينا وأول ما سويت عدد بسيط من الخيل، واحد أو اثنين تقريبا، شفت الشباب اخواني الاصغر مني يوم العصر عقب ما يردون مدرسه يجون يعني متحمسين للعزبه وللخيل، وصاروا يركبون يتعلمون، وزادت الخيول، اشترينا خيول زياده، فاعطينا كل واحد من الشباب خيل، فزاد علاقتهم مع الخيل، فتموا ما شاء الله، يعني الشباب كلهم ما شاء الله متعلقين بالخيل، ويخلص دراسته يعني يعتني بخيله، يطعم خيله، يسير يركب خيله ويا العمال، فزادت هذا. لكن لاحظنا ان المنطقه الوسطى هاي بشكل عام، ان الجماعه ربعنا اللي هم المنطقه الوسطى معرفتهم الخيل قليله، وصار نظره غريبه، ينظرون لها نظره غريبه،
بالعكس يعني بغض النظر عن قله معرفتهم، العرب هم اساس الخيل وهم طعم لك من جنا الخيل يعني، ومشهورين بالخيل. فتلاحظ انه يعني ان صارت الرياضه هاي غريبه على العرب، فحبينا نحن نشجع الشباب، يعني الشباب اللي هم اللي عند يبغي يركب خيل، اللي يبغي يتعلم، اللي يبغي يشارك عندنا بدون اي مقابل. لينا ريال كبير، حتى في ناس كبار يعني ريال كبار تحصلهم يعني في الأربعين وفي هذا، ويركبون يعني يقول لك انا ابغى اركب واركب تفضل، يعني احنا ما ناخذ عليهم اي شيء ولا نطلب منهم اي شيء. والله زين، هاي جذب الشباب والشباب لا بادر ان نحمسهم على الخيل. والشباب اللي يجيك يقول لك انا عندي عيالي بركبهم، قلت له تعال تفضل مرحبا بك. العمال موجودين بيحطون السرج، بيجهزون الخيل، وركب عيالك ويعني ما في اسطبل اسطبلكم. كل يينا قامت تكثر هوايه الخيل، وقاموا يعني يونا كبار وحتى عيالهم يركبونهم، والحمد لله في استمرار ما شاء الله. هاي البدايه، انت قدك توك بادي ولا حد وياك ولا حد مفاز عنك؟ والله الصعوبات، خبرنا عن الصعوبات اللي اول ما بديت الشيء اللي قدرت تغلب عليه واللي مارنت. اول ما بديت روحي، ولكن الشباب لما تخرجوا من الثانويه اللي هم معايا، الاولاد من اهلنا من اخواني من قرايبنا من قرابتنا يعني، قاموا يساهمون بطريقه مباشره وغير مباشره، يعني حبوا انهم يساهمون ويشتركون ويانا يعني في الاسطبل هذا. بدع بتدريبهم للخيل، بمساعدتهم يعني الماديه في ان نستمر على في هذه طعم لك الاسطبل، وان يكون يتطور زياده، وان يعني ما تكون فكره وليده مؤقته وبعدين تضمحل. وما شاء الله زادت علاقتهم بالخيل ما شاء الله، الحين هم يعسفون الخيل بنفسهم، وحد منهم ما شاء الله يركب حتى واقف ما شاء الله عليهم. لا الحين شاهدناهم ما شاء الله مخاوين شمه، كل حد طعمك فازع، كل حد ماسك له شغله، اللي طعمك يا سرج واللي يدرب الشباب ويفروخ. الدعم هذا اللي انت لقيته من الشباب ربعك هذه، لا كيف يعني ساهم في الاسطبل هذا وفي العزبه بشكل عام؟ هم الشباب طويل عمرك اول ما كانوا قبل يعني حتى الحين ما شاء الله عليهم، قاموا يتواصلون ويا اصحاب الخيل، قاموا ياخذوا معلومات زياده من النت، قاموا يعني ما شاء الله عليهم يساهمون في المصروفات للاسطبل، يعني عبها الاكبر يعني بيكون علينا، لكن هم بشكل ما كل واحد يساهم بنسبه معينه، عنها يستمر هذه الرياضه ما توقف. الشباب متحمسين لها، فرحانين بالرياضه هاي. يوم الحين ما شاء الله كانوا قبل في الثانويه واللي اشتغلوا هذا، من يرد من الحين اشتغلوا ما شاء الله عليهم، من يرد من عمله رد البيت تغدى سلم على اهله، يا العصر العزبه مسوينا حتى مسيد لهم. الحين يقول لك حد منهم يقول جماعه وين اصلي، وين جماعه بنصلي؟ قلنا ان شاء الله اجتمعنا مجموعه وجمعنا مبلغ وسوينا ما شاء الله مسجد، وعندنا امام ما شاء الله حفظه ما شاء الله. زين، عطاري المسيد. نعم. يعني ما شاء الله سويتوا مسيد، وخبرنا اكثر عن الاقسام كلها يعني يضمن. احنا ما شاء الله لاحظنا مسيد وخيمه ما شاء الله، وغير عن الاسطبل، خبرنا عن الاقسام اللي يضمن الاسطبل هذا بشكل عام. بدايه اول شيء مجلس الشباب، عندك مجلس الشباب موجود هنا، يجتمعون فيه الشباب طال عمرك، عقب ما يصيرون يركبون الخيل ويروحون يصيرون مسافات، يعني حد يطلع منهم في الطريق بالجهه الجنوبيه، حد يطلع في الجهه الغربيه، هاي يصيرون مسافات طويله ويردون، عقب ما يردون يو استراحوا تقهويه وقصروا الدوب وسولفوا، واللي عنده شغل ساره وساره يعني اللي تعبان وهذا وعرقان سبح ورد ويلس الى المساء، يلس طال عمرك في الحيره عندنا. هذا اول قسم اللي هو ميلس. القسم الثاني شكل العمال ما شاء الله يعني متوفر عندهم كل شيء، كل حاجات من مطبخ وغيره وملحقاته. وثالث شيء طال عمرك مسجد ما شاء الله بحماماته ومغاسل الوضوء وغيره. ورابع شيء طول عمرك الاستورات، بس بعدهم ما جهزن، كان موجود ستور عندنا بدائي بعده، لكن لا زال نستخدم الستور هذا، لكن ان شاء الله نخلص الستورات الكبار هاي شوي فيها مخصصه يعني مفتوح، في ستور للاعلاف، في ستور للسروج وادوات الخيل، وفي ملحق اوراق الخيل والجوازات وغيره. والقسم الخامس عم ما تشوف انت اللي هو الحظائر الخيل الاسطبل نفسه. محمد بن حسن الكتبي
لا تقف مهمته عند الإشراف على المربط، بل يقوم بنفسه بتعليم الصغار بعض الأساسيات التي يجب أن يلموا بها قبل ممارستهم لهذه الرياضة. انتبهوا يا أولاد الشباب، بالنسبة للخيل أهم شيء في الخيل السلامة. شو أهم شيء في الخيل؟ السلامة. الأمن والسلامة. كيف يعني؟ لازم تلبسون الخوذة والواقي، لكن إحنا ندربكم الحين شرح نظري للخيل. أهم شيء الأمن والسلامة في الخيل. يوم يناديك المدرب بيركبك، مينتي مثلا قالك مدرب تعال، إذا ناداك مدرب تعال للخيل، مثل خالد تعال هنا وقف، وين توقف؟ قرب المدرب أو الطرف الثاني، إذا مدرب الطرف الثاني ارجع خالد، لكن ما توقف عند الخيل في الخلف عند ريلها. وياي أنتو؟ انتبهتوا؟ الخيل ما توقف عند ريلها هني، حتى لو الخيل يعني تشوفه مستأنسة وما تقول شيء، ما توقف عند ريل الخيل. ناداك مدرب تعال خالد، وين توقف؟ هني. مين يركبك مدرب؟ يركبك مني. الخيل حارة أو باردة ما توقف عند ريلها. إذا بغيت تمر من وراء الخيل كيف تمر؟ تمر مسافة بعيدة. خلوكم ملاحظين وياي، تمر مسافة بعيدة عن ريل الخيل بحيث ما يصيبك شيء لا سمح الله إذا الخيل رفست أو ضربت. يناديك مدرب تعال محمد، وين وقفت هني؟ بيركبك مدرب مثل، هات ريلك، حط يدك فوق، حط يدك في العنان، زين اركب. ايوه هذه الطريقه. ما تي عند ريل، يناديك تي عند ريل الخيل خطير، اخطر شيء. انزل البس نعالك، تعال عبد الله، لفوا منا. ايوه وين توقف؟ توقف هني. ما تي عند ريل الخيل، يزقرك مدرب انتبه من ريل الخيل. يوم بقول لك لف من ورا الخيل، اذا تلف من ورا الخيل تلف من بعيد، مسافة بعيد وراء الخيل، يعني بحيث الخيل ما تكون قريبة منك، تكون قربة مدرب أهم شيء. زين يوم أقول لك اركب، بتركب ريلك هذه بتكون هني، شيل ريلك لحظة شوي أنت تبالك حد مرة واحدة بعدك. هذا الرسن. أيوة تكون ماسكنة كذي، هذا عنا الخيل. اخوانا المشاهدين، نبدا اول لقاءاتنا مع الفرسان اللي شاركوا اليوم، شاركنا حماسهم، شفنا حماسهم وتابعنا مثابرتهم على التعلم وعلى الفروسيه. بدايه نتعرف عليك اخوي. وياك عبد الله علي راشد اكتبي. حياك الله اخوي عبد الله، خبرنا عن تجربتك في الاسطبل هذا، شو تشوف التجربه والفروسيه بشكل عام؟ والله الفروسيه هي شيء زين، اولا رياضه ولازم يعني عم تقول واحد يفرش شوي عن نفسه أوقات العصر، يعني واحد ما يعرف وين يسير. فنحن تعلمنا الحمد لله، في البداية ما كنا نعرف وايد في الخيول، ومع الأيام بدينا نتعود الحمد لله، حين استوت عندنا خبرة شوية. كم لك الحين تركب؟ والله تقريبا من 6 سنوات تقريبا الحمد لله. شو من الخيول عندك؟ مالك خيول ولا بس تدرب وتركب؟ والله كانت عندي فرس بس بخلنا حق إنتاج، وكانت عند أخوي فرس كنت أركبها في ماراثونات، فحاليا نصيب ياها مغص فرسيج وماتت. بس انتجنا منها الحين، عندي فلو عمرها سنة ونص، وعندي فلو عمرها سنتين وشهر ان الله، والحمد لله الحين يعني بعد يوم بكمل 3 سنوات بقدر يعني اركبها شوي، علم على الليام والسرج. خبرنا عن مشاركاتك في السباقات اللي شاركت فيها، قد يوت رقم ولا شيء؟ والله صار لي في ماراثون 27، طبعا ماراثونات بالعاده تكمل 50 وفوق، بس شاركنا كان ماراثون بسيط في سيح السلم، وشاركنا ماراثون 27 كيلو، كانت عندي فرس اسمها ممزون من جنوب افريقيا اصلها يعني، وكانت الحمد لله يعني كانت اول مشاركه لي في الريس، وكان ماراثون يعني.
المربط لم يخلو من اسطبل خصص للاهتمام بالخيول، ومن الأقوال السائدة عند العرب قديما ثلاثة أنواع من الخدمة لا تعيب المرء: خدمته لبيته، وخدمته لفرسه، وخدمته لضيفه. عرف عربي يوضح مدى عمق العلاقة التي تجمع بين الخيول وأصحابها. أهم شيء عندنا إحنا الخيل العربية، أو الخيل العربية ومهجنة، هذا أهم شيء عندنا. يعني نعتني عناية بالخيل العربية لأن تعملك فيها كل الصفات الطيبة وكل الصفات المطلوبة والصفات الجمالية فيها كل في الخيل العربية. أكثر خيول إحنا لاحظناها بعد كلها أكثر خيل عربي. نعم. وأهم شيء أن يكون سليمة من الإصابات، ما فيها إصابات، ما فيها كسر، ما فيها شيء. هذه إحنا شارينها. أما إذا إصابة عندنا إحنا صارت نحاول نعالجها وأن نتلافى أن نصيبها الإصابة مرة ثانية. ولكن في عقبه واحده عندنا الحين هي طول عمرك، ان ما عندنا يعني بيطريين، نستعين بالبيطريين اللي هم الخارجيين. فهذه عقبه ان شاء الله ان في المستقبل نحاول ان طول عمرك ان نوظف بيطري. انتوا الحين تستعينون بطبيب بيطري يجيكم؟ نعم، من خارج، او احيانا بالطبيب البيطري اللي في نادي فروسيه الشارجه. لكن هذا يجينا احيانا بعيد، لكن يوم يكون شيء مستعجل للبيطريين هنا. لكن تعرف انت هذه هني اللي عندنا في المنطقه هني عندهم درايه يعني ضعيفه بالخيل. مش نفس المتخصص بيطري للخيل، متخصص بيطري الخيل يعني في اي وقت يكون جاهز اوريدي، يمكن الساعه 1 من الليل يضربها الخيل مغص يكون موجود. نعم، يكون عارف الزاهب مره وخلاص. اما هذه البيطريين اللي هني عندنا اللي هم موجودين هنا في المنطقه الوسطى، بيطريين مال المواشي يعني العاديه يعني. نعم. بس لكن تستعين بهم يعني بشكل عام. زي براد، هذا انت مثل ما ذكرت لها الاشياء كلها جهود احنا لاحظناها ما شاء الله، وشغل وتعب ومجهود. مثل ما تقول انك انت بروحك تقوم بهذا ويا جهود مخاوي شمع، خبرنا عن العقبات اللي واجهتك اللي ما قدرت تتغلب عليها في حال وجودها. الله يطول عمرك، العقبات بغض النظر عن المصروف وعن هذا ما في شيء يطول عمرك في هوايتنا وفي جمعتنا وفي ياساتنا ما نفكر فيها. الحين طول عمرك بدينا كنا في عزبه قبل سابقه قديمه في الوادي في نص المنطقه الديد يعني، ويانا التعليمات من البلديه عينوكم مكان ثاني يكون يعني بعيد عن المدينه، وما قصروا البلديه، ساروا ويانا وطلعوا ويانا وعيننا المكان هذا وساعدونا، ويعني صرحوا لنا تصريحات عما تقول بعزبه، عزبه خيول، وبدينا وانشانا كل شيء. بدينا بعدين رحنا طلبنا الترخيص، ترخيص من الجهات هذه من البلديه، ما عندهم مشكله اعطونا لا مانع ان ننشئ اسطبل، مجلس بلدي كذلك، بدايه مجلس بلدي، ورحنا الاتحاد الفروسيه حصلنا موافقه من هيئه الشباب الرياضه ممارسة الفروسيه. هذا نادي نحن مو مستفيدين يعني ماديا واشياء يعني كبيره، لكن اهم شيء الفائده الاجتماعيه ما خبرتك انا. نعم. صادمتنا مشكله واحده في نادي فروسيه، جماعه ما قصروا لكن قالوا انتم ما عندكم ارض تنشون عليه مشروعكم، اذا عندكم يعني اوراق على الارض هذه نحن ما عندنا مشكله. رفعنا كتاب من البلديه عن طريق مجلس البلديه ل دائره التخطيط والمساحه، ولحد الان من 5 سنين ما جانا الرد، وننتظر الحين لو فتح لنا مجال هذا بنسوي انشطه طيبه، يعني بنوظف بيطري. احنا محتاجين بيطري، حاجه ماسه للاسطبل يعني، الخيل تمرض الساعه 1 انت يعني يمكن يكون مناوبه او شيء عندك الخيل الحين اذا ما تلاحق التمره في حينها، في انواع من المغص يعني قاتل، يكون قاتل يعني فوره 5 دقائق ويقضي على الخيل. والخيول هذه طبعا مثل ما ذكرت انه يعينون الدكتور البيطريه ليه ما يضرب خط ويكون ابطال، ياخذ وقت، وهذا الخيل تبالها بيطري. ونحن بهذا السبب ان التصريح باقامه مركز فروسيه او اسطبل لحد الان ما حصلناه، بسبب انه ما نملك اوراق على الارض او نملك الارض او يعني شيء. نعم. يحتاجون الفروسيه. المربط تحسب له تجربة مميزة، وهي مساهمته في تدريب الشباب والفتيان على رياضة الفروسية لشغل وقت فراغهم وبناء لياقتهم البدنية. محبو هذه الرياضة قدموا من مناطق مختلفة جمعتهم هواية واحدة، ووجدوا في هذا المكان متنفسا لهم بعد يوم دراسي حافل. والله صار لي الحين طال عمرك
تقريبا 4 شهور 5 شهور قمت أسير وأرد عليهم. خبرنا عن تجربتك، كيف تشوف تجربتك في الفروسية؟ والله طال عمرك أول أيامي أنا أول مرة من 4 شهور ما كنت ركبت. أول ما جتني طال عمرك تعلمت في البداية. أول ما ركبت الخيل طال عمرك طحنا عن أول أيامنا. وبعدين طال عمرك عقب هاي الطيحة طال عمرك تعلمت الحمد لله. والله أنا على الخميس والجمعة والسبت نتلاقي يعني في الإجازات. كيف تشوف مستواك الحين في الفروسية؟ الحمد لله نعرف الركوب، تعلمنا وايد أشياء. كم قد لك تركب أنت؟ كملنا أكثر عن 4 سنين الحمد لله. زين مسافات الحين طبعا احنا لاحظناكم انتم هني في قريب من الاسطبل هذا، تظهرون تسيرون بقى يعني مسافات طويله ولا؟ هي نعم نوصل مسافات 10 كيلو 15 كيلو على حسب الاجواء. والله انا من زمان من سنه واتعلم واشوفهم يركبون واركب وياهم شويه اركب اهم شيء. كيف مستواك الحين؟ زين الحمد لله تعلمت زين. الشباب ما شاء الله نفس سنك وايدين يجون هني يمرون يتمرنون ولا ما فيه اقبال وايد؟ في اقبال وايد، يجون شباب يستقبلون يشاركون ويا الخيول ويركبون الخيول. ممارسة رياضة الفروسية بالنسبة للشباب تمثل فرصة لهم للاستمتاع بالطبيعة البكر، ولا يكتفي الفرسان بالموقع المحدد لهم في المربط، إذ يخرجون لمسافات بعيدة حيث يجدون ضالتهم في رمال الصحراء وكثبانها. المربط لا يعد مكانا للتدريب على ركوب الخيل فقط، بل أصبح مجلسا ومكانا لتبادل الخبرات ومدرسة للتواصل مع كبار السن وتعليم الفتيان العادات البدوية الأصيلة، حيث يقوم الكبار بتقديم خبراتهم في كافة مناحي الحياة للفتيان عن طريق مشاركتهم في هذه المجالس التي غالبا ما تقام وسط الطبيعة الآسرة للصحراء. يتعلمون ما تمليه عليهم عاداتهم بعيدا عن العادات الدخيلة على المجتمع. طال عمرك الحين الخيل ما ارتوى الخيل لأنها الخيل مريحة، وتشجيع قال تعلم الخيل الرماية وتعلم ركوب الخيل. تسمع الخيل مفيدة للجميع، للشباب هاي محاضرين كلهم هذيلا استفادوا واستفادوا ربعاتنا كلهم، وكانوا من 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 كل مصلحة يتم مفادة من ركوب الخيل هذا واجتماعهم هذا كل ليلة هني عقب ما تبند المدارس جب وشباب هني كل ليلة باجتماعهم هذيلا ومحاضرتهم ونشوف مرواحنا ونحن نرتاح بعد من اجتماعهم ذا ومحاضرتهم وركوبهم على الخيل. نعم نعم طول عمرك نشكرك على ملاحظاتك ورمستك الوافية. اخوانا مشاهدينا عقب هاليوم الحافل اللي شهد كثير من انواع الفروسية اللي تابعنا نحن فيه وواكبنا مبادرة الاخ محمد بن حسن جتبي في انشاء اسطبل الخيول يضم ابناء المنطقة، يحاول ان يعلمهم اكثر فنون الفروسية وتعليمها. نوصل وياكم الحين لختام حلقة هالاسبوع من برنامجكم الوسطى، نتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا اكثر، ولين ما التقيكم في حلقات قادمة استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.